من بعيد، واخد بالك ما تغيرش نمرة تليفونك علشان انا هغير تليفوني. ماشي يا ابو رمله؟ احنا عايزين نمشي انت يا كبير. من النهارده تختفي تمام بالحب. السلام عليكم يا باشا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده يا عمر؟ يعني سعادتك مش عارف يا باشا؟ بتتكلم عيد يا عمر؟ يا باشا ده قرار بعدم تكليف بقضية أمريكاني، تحويلها لحد تاني غيري. حد تاني مين يعني؟ مش ده المهم سعادتك. أنا عايز أعرف قرار زي ده يطلع إزاي من غير ما يرجعولي. أنا قعدت مع العميد صفية في آخر اجتماع بيني وبينه، وبلغته إني وسعت دائرة البحث في قضية أمريكاني، وإنها اتطورت، وإني ممكن أوصل للي أعلى من أمريكاني نفسه، وإداني مهلة سعادتك. المهلة دي بقى لسه ما خلصتش، يعني القرار ده ملوش أي مبرر أساسا عشان يطلع. ما عدتش عليه في مكتبه ليه تسأله الأول؟ لأنه قايل مبرراته في القرار. وإيه هو المبرر؟ إنه عايز ضابط كف عشان يمسك قضية أعلى من قضية أمريكان يا باشا. خلاص، يمكن الراجل محتاجك في حاجة أكبر، عشان كده لازم تعدي عليه في المكتب ويبلغك التكليف ده بشكل رسمي. أيوه بس حضرتك عارف أنا ما ينفعش أسيب قضية أمريكاني بالذات. ده موضوع شخصي. وهو مش المطلوب منه كقياده انه يحطه في حساباته وهو بيوزع شغله على رجالته؟ اتدخل سعادتك، حضرتك وضح له الموضوع، خليه يغير رايه ويعدله. مفيش حد في القيادات العليا بيتدخل في شغل حد غيره، لا هو ولا اي حد تاني. واضح بقى ان سعادتك كمان عايز القرار ده يتنفذ يا باشا. جراية يا عمر، انت ناسي انك انت موجود هنا في مكتب مساعد اول وزير الداخليه؟ يعني تحبس النفس وتقف انتباه. انتباه. تمام يا فندم. بص بقى، العميد صفية الدين أكتر واحد يعرف يشوف هو عايز إيه وبيشتغل إزاي وبيمشي شغله إزاي. ومفيش أي حد يقدر يتدخل في قراراته إلا القيادات العليا. لو حضرتك مش عاجبك القرار اللي هو اتخذه، تقعد معاه وتوصله لحل. اختيار القيادات هنا في الوزارة بيتم على أعلى مستوى وبيتخذ فيه سيادة الوزير شخصياً. مفهوم يا حضرة الضابط؟ مفهوم سعادتك. المقابلة انتهت. والمفروض يا حضرة الضابط لما تحب تقابل مساعد اول وزير الداخليه تعدي على السكرتاريه الاول ويحددوا لك ميعاد ويعرضوه عليا وانا اوافق او ما اوافقش. فاهم يا فندم. اتفضل، مع السلامه. بعد اذن سعادتك يا سياده اللواء. اتفضل. عمر، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها، اتأخرت عليكي؟ مش قوي، بس لو كنت اتأخرتي نص ساعة كمان كنت كلمتك في التليفون. قوليلي رجلك عاملة ايه دلوقتي؟ النبي يا بودة بتنقح عليا قوي، وكل ما توجعني كده أبقى حاسة إن أنا عايزة أموت نفسي من كتر الوجع. الحمد لله دلوقتي بقت أحسن. قوليلي أنت عملتي ايه؟ موجودة في المستشفى النيل، بس عليها حراسة. واحدة معرفة بتشتغل هناك قالت لي إنها هتجيب لي أخبارها اليوم بيوم. بس اطمن. يعني خير؟ طبعا خير. طب والمحامي عملتي معاه إيه؟ الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 7 فاتت. على بال ما ناكل لقمة ننزل نروح له على طول، ميعادنا معاه 9. محامي كويس ده يا بودة؟ مش سهل،
واسمه كبير ومسمع وكمان زبون قديم، يعني عند الجمايل بقى. ربنا يخليكي ليا يا بنت. يا بنت بطلي هبل، احنا اخوات. تاكلي حاجه معينه؟ اي حاجه، انا مش فايقه خالص للكلام ده. طيب بنت. ها الحاجة الوحيدة اللي محتاجين نشتغل عليها في قضية والدتك دي إننا نشوف لنا سكة في إدارة البحث الجنائي. نسبة بيت يا بود، انت فاهمه الكلام اللي بيقولوا الراجل ده كويس ولا ايه؟ على قدي. مش مشكله يا استاذ، المهم ان انا مطمنه لك. ده كفايه اخويا صيتك. متشكر قوي يا ميرفت. على العموم ده الكارت بتاعي، خديه وروحي بيه الشهر العقاري وقولي لهم انا عايز اعمل توكيل محامي للاستاذ صاحب الكارت، وزي ما يقولوا لك هناك اعملي بالظبط. حاضر. مطلوب مني حاجه تاني؟ تخلي التوكيل معاكي وتديهوني لما نتقابل المره الجايه، اللي هو يعني بعد بكرة إن شاء الله. قول يا رب. يا رب. ما تقول يا رب يا بنت. يا رب. طرح فين يا عمر؟ هروح اقعد شويه في العين السخنه يا ماما. الله، انت مش كنت قايل لفريده انك هتقول لها قبل ما تاخد الاجازه دي عشان تترتب هي مع مامتها وتبقى هناك في نفس الوقت؟ معلش يا حبيبتي، محتاج اقعد لوحدي شويه. انت ليه بقى مصمم تحمل باباك مسؤوليه حاجه هو ملوش دعوه بيها خالص يا عمر؟ انا ما بحملش حد مسؤوليه حاجه يا ماما، انا بس في حسبه في دماغي محتاج اقعد مع نفسي شويه عشان اوصل لها. حسبه ايه بقى؟ حسبه يا ماما، حسبه ما اقدرش اقولها لك دلوقتي، لازم اوصل لمفتاح واضح فيها وبعد كده تعرفيها. وهتقعد قد ايه هناك؟ وما تقوليش كام يوم. 3 4 ايام بالكتير. طب ممكن بقى لو سمحت لما اكلمك ترد عليا؟ انا مش ناقصه قلق، كفايه التوتر اللي انا فيه من ساعه ما باباك حكى لي اللي حصل بينكم في المكتب. انت مش متصور حالته بقت عامله ازاي دلوقتي، فلازم اطمن عشان اقدر اطمن. حاضر حاضر. يلا السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. لا اله الا الله يا عمر. محمد رسول الله. شكرا. قصدك المساحة دي؟ معلش ثانية واحدة. اوكي اتفضلي. الو. هاي عالية. هاي فيرو. انت كويسة؟ الحمد لله. عالية انا ممكن اتكلم معاكي دلوقتي؟ في حاجة أرجنت؟ أصل عمر ما بيردش على تليفونه من امبارح وبعد كده قفله. معرفش، ما حاولتش أكلمه بقالي كتير. طب أنت ما تعرفيش هو فين؟ في البيت، أتليست لحد ما أنا نزلت كان هو هناك. طب وطنط في البيت؟ مش عارفة، هي اكيد نزلت اخر واحده فينا. ماشي يا عليا، خلاص انا هكلمها دلوقتي. طيب كلميها وعرفي لي، كلميني قولي لي. يلا حبيبتي انا سيب. باي باي باي. كنا بنتكلم ان عاوزين نكبر بس اوضه الاجتماعات. السخنه من امتى؟ طب هو هيقعد لغايه امتى؟
طب يا طنط انا ممكن استاذنك لو فتح تليفونه وكلمك تقولي لي؟ لا والله مش قصدي، بس يعني عاوز افهم من عنده شويه حاجات. ماشي يا طنط، ميرسي، يلا باي باي. احنا عندنا كم مكنه؟ 5 معلم. ومين احسن واحد بيسوق بعد السالك؟ تلقى يا معلم. انا اشد منه يا معلم. خليك في حالك انت يا زميلي. طيب وانت كمان اسكت، تاخد 2 معاك وتطلع من الباب الوراني وتطلع عدل على ابو رواش وتكمل زي ما وصيتك. امر كبير. وانت كل واحد فيكم يمشي دلوقتي في حاله، والساعة 12 بالظبط تكونوا كلكم هنا، مفهوم؟ عايزنا نتحرك امتى يا معلم؟ حالا. ماشي. يلا يا ولاد. يلا اخويا شدوا حيل شويه. يلا رجع؟ طبعا، انت عارف المعلم ممكن يعرف كل حاجه، بس هعدي على صفت الاول. ماشي، انا هعدي على التعكيب ده كلهم وارجع. يلا معايا؟ لا شكرا، اتعشى خلاص. هو باين اتعشى. يلا تمام يا زميلي، خد بالك من نفسك. شحتفنا وراك في كل حته شويه كمان، شحتفنا. يا ستي اديني عازمكم على الغدا، هو انا اللي هحاسب؟ يا ساتر، شوفي عايزك كمان. قولي لي، قعدتي مع بابا اتكلمتي معاه ولا كلامك كان مع ماما بس؟ لا طبعا قعدت معاه واتكلمت، بس طبعا ما قاليش اي تفاصيل. ولا انا عندي اي تفاصيل، كل اللي اقدر اقوله لك اني محتاج اقعد مع نفسي واحده عشان اوصل لقرار. هو ده يخليك ان انت هتقفل تليفوناتك على الناس كلها يا عمر، حتى عليا انا؟ وبعدين ايه القرار اللي انت هتاخده؟ استقاله.